سيد علي فوف، كنت معنا قبل أيام وقلت أن هناك استعدادات من قبل المدنيين لمواجهة هذه الحملة العسكرية من قبل روسيا وبعدة طرق. يعني هناك الدعم العسكري إن صح القول، أو استعدادات للدعم العسكري أو المواجهة أو المقاومة الشعبية، وهناك بعض الأمور الأخرى، مساعدات إنسانية وإغاثية وغير ذلك من هذه الأمور. اليوم ومع اشتداد المعارك في بعض المدن وأيضا قرب كييف، كيف هي الأصداء أو في أوساط المدنيين، كيف يتعاملون ويتعاطون مع القوات الروسية؟ طبعا هناك أعداد من النازحين، خاصة هم عائلات مع الأولاد، هم خرجوا يعني بالمئات ألاف، ولكن من بقي خاصة الرجال أعداد كبيرة منهم جدا، ويعني يظهر أنه حتى في ازدياد أنه متطوعين يدعمون الجيش النظامي الأوكراني. هناك في كييف فقط، في كييف فقط نظم في الكتائب المتطوعين من يعني ناس عاديين يعني، وأخذوا السلاح وهم يشاركون في الدفاع يعني في حدود 20,000 فقط في كييف. وفي كل مدن مع الجيش النظامي هناك المجموعات مسلحة تشارك في القتال، هم الناس يعني مواطنين كانوا طبعا خدموا الجيش في شبابهم، ولكن الآن يعني كلهم مشاركين هناك. يعني أنا أتكلم عن إذا 20,000 فقط أنا عارف في كييف في العاصمة، في كل مدن هكذا أعداد كبيرة، ويعني الأعداد كبيرة جدا. طبعا هناك العشرات الآلاف متطوعين هم اللي يدعمون ب يعني أدوية والغذاء ويشاركون في بناء الخطوط الدفاعية وهكذا يعني، وما يعني جانب معنوي بشكل عام نسبيا عاليا. طبعا أنا أقول أكيد هناك ملايين من الناس قاعدين في البيوت، هذا طبيعي. نعم. هناك مئات ألاف من النازحين وهذا طبيعي، ولكن بشكل عام لا، يعني هناك يعني روح معنوية عالية، ويعني ثقة بأنهم لن يهزموا وسيدافعون عن وطنهم وبلدهم، يعني ثقة عالية جدا.